بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أن هبين كان سي دم بقال الغودة فوحد وبهانت هاي إن عد كست عوا أسامح ليد سيد قف هيد ستد فرصة دن عوا دعاء إن شاء الله تعالى إن كل شيء قدونه هذا الذي نني يوم محيط ولي محاضر دين يرجع من إيش قصعته وإن عد عادقو سامح ده سي عادقو من نقطيد كوعا ولا سامح دانا إلهي سبحانه وتعالى ونحرسا دانا بيد من الله تبارك وتعالى عاو حين قال لنا أن فضلك إله ده هاي أن نصف من شعبان كلا بركة بشا شعبان فضلك كساروري يا حديث كساروري تاسو لوسو دلشن كرو حديثان تاسو كاركو نايهين حسن كارنا يهين ضعيف أن وحا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه وحوري رسولك إلهي بن مغلي صلى الله عليه وسلم سقوله إذا كان ليلة النصف من شعبان أضلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه رواه طبراني وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. أن نبي صلى الله عليه وسلم وحشيغي وحول هدي قاعدة بشو شنية طبانك الشعبان أي كالا برانتو إلهي سبحانه وتعالى وحصودة على خلق جيسا سيدو صودة على عنا ينواسي وقالانتا وان مخلوق الله شبهين مركاسا وحودة مدافادتك مؤمنين تأوردن وحو وسا تديريا تدك قالدنا ووسا تديريا ويدعو أهل الحقد بحقدهم ددك حمانتي يو قرنك يو حاسد نمدى يو حمانتي سوها يد حدودة كواسنا وكتغا وارنكو دا مقالو لمنا دمو دافو لمنا نحرستو حتى يدعوه إلا يكتغيان مركا يكتغان يا دبقو لغا دافيا هداد عاوح إد حقدو هايسيد أما حاسد نمو هايسيد أما حمانو هايسيد اسك سامح سيادة دقونا إلهي سبحانه وتعالى كو سامحو بلك حتى قالت بعا والله ستريرين إياه عقابكو أنكو سودك دقينين. حديث كالباد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو نبي قوله سيقو حديث كالنا أبو موسى الأشعري نورنا يوه إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر للجميع خلقه إلا المشرك والمشاحن وحنا بيقو حديثك قال لنكو ده دي قادة بيشو شانية طبان اي كالا برانتو شعبان الهي وحو دافا لجميع خلقي خلقي يسا مؤمنين تاودن بو دافا إلا المشركة قفك مشركة مو يعني الهي قير كي لعابودا ايا الهي سبحانه وتعالى ودا چينا ايا عبادة دا او المشاحن يكا محاي تولي قلبك كبوكاي ولالكيس وحوها ايا كانا لما دافو مشركة إيه كامشاعن كامنا لو ما دافو. حديث كان ابن ماجة وريين وحالي هبين كاي تهي بيش شعبان شن يطبان وحيل كوحي كتابة ليري هبين كاليري تقدرها وهبين كوحيها حاجة فضلها وإي الله سبحانه وتعالى وسودها إلى سماء الدنيا سماء الدنيا دا يوم حيث ليسي وعنتان تاوسو دقا فيغفر لجميعي فيغفر لعبادي الدومي سيود مدافع لما انتود قفك مشركة يقفك مارتي مشاحن كامو يعني احمانتا قلبي يسكو شرته مركا الدون كاوحا اوها بوان ابين كان وقالة إن او ديار قروبو او مارتي لمغفرة الرحمن تم دافق الله الرحمن كاو ديار قروبو ينو كدواد معصية دا يذنوبتا تاسو كحجابيسا محايتو لك كورستاقيسا تم دافقاس ذنوب داسنا وحاو دران واشركة وحاو ديدا مانع من كل خير خير كستبا الشركة كو ديدا مركاسيو كلاو حقفو غانا يا شحنا لابتي سيفوريا تدك حماتا يا وكمساحيا حاسد كيوس كدينيا تدك مسلمين تابو تشيلك كسي دينية كظلمي يكا كلاو الظلمي غاو سو لفتي سوكو حقتين ايو
حتى هادو كانوا حاقه يعني قلبك هو يقف دول ميون اسكا دانفو ايا وفي عن ابو هريره رضي الله عنه وحوري ان حديث كلا تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس الى هي سنين تي خميس ايو الباب لنا جنه فراه مركا الهي وحو دم دافع لكل عبد لا يشرك بالله شيئا ادون كستون الى يشرك سمينين الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء إلا لبن موياني أو دحيو تالو حماني تالو أو قلبي يسوع بك موياني مركز ورانا إلهي انظروا هذين حتى يصطلحا إلا أنت كيشين يان لبدن يوك هذي أو دم بقودة دم بلورد يعدين لورد عفو رواه مسلم باوريي إن أفضل الإيمان بعد الإيمان بالله سلامة الصدر فضلك يعني عماش لقبتو مركز لغي ما دو إلهي سبحانه وتعالى إيمانك الرمين أيوه إلهي إنه رومان إنه وحاكو حكت سلامة الصدر لابتا وإنه فرنه وإنه كفرنه من أنواع الشحناء أنواع ذا إلا ذا هاي إن حمانتا ليسو قادو حق ذا يحسد كل مان تدبع إن هابين كان وكالا كما سبنانين إن عبادة قارة لسميو مثلا صلاة معينة أما دعاء معينة كما سبنانين لكن قف وين ودعايستو وسو سيجار إلهي ودعايستو أيا محاي تولي أن أيا هبون أن ابن رجب وحو كل هاي كتاب كيسا المعارف هابين كمرك شنية طبعا هاي قادو شعبان تابعين تو حي هايين ولبا كو الشام دقنا كخالد بن معدان كلارو يشري ومحكول يو لقمان بن عامر يو قير كودبا وحي هايين هبين كاس وينين شيرين وني دالي شيرين عبادة يكون دالي شيرين أو محاي تولي وحي سمين شيرين أن قرآن أخرس بي سمين شيرين أو صدقة دي بدين شيرين وحياة بدن بي ليمين شيرين أن أيغ وينين أيا هبين كاس قاركود وحي شيغان إن يلاهدين وحنا سوق عدي أن مركا هبين كاس ودن إن أي عبادكو لما يسنشرين سيدو كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحولي هاي هابين قادو قادو شنية طبعا شعبان فضل قيدو آد بوي هاي سلفونا ويتو كنشرين لكن لا مساج كالغوصة أو روح حفلة لسميه وابيد عبولي هاي سيدو كلام امام شافعي رحمه الله تعالى وحولي وحنا سو قادو سلفونا سو قادي إن شن بوس أما شن هابين إلهي دعاده وأقبله كو هبين كجمعة يو لبدا عيدود لبدا هبين كجرة عيد الفطر غاية عيد الأضحى يو هبين كرجب هو رئيسة يو مركا يشان يتوان مرئيسو شعبان ان قفك مركا وحلو بان يينو صومو دون ايو ان شعبان ان صومو لبدا هوري كوريسي ان صو صوما في عن وان يستو ايام البيت ايامها ونبي صلى الله عليه وسلم أفضل قوده إنه عدي أفضل قوده إنه كتيره إنه سوا صامه صدحه تمنات كي يفري تمنات كي شن تمنات كسوي سرعة سوا مركا لكن هبين قارين ولا دوا سوا مي هبين كاسي مشروع معها وأنا أرين تاسي وأرين عن بدعاويا مركا إن شاء الله تعالى حلو بهاي هاي قف قستبين الدداله وهبين كاس كان سوي يعني كان كاس وكل دداله برابل شركة بها فيسبوك سكتوا إن تن تولي إلهي سبحانه وتعالى ويديستو محرمات كوكا ديرادو صدقاتو بحثدو إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.